مستمرة على شاشة الجزيرة مباشر. الدولار زاد زاد الدولار زاد زاد أوقفوا هذا الفساد أوقفوا هذا الفساد الدولار زاد زاد الدولار زاد زاد أوقفوا هذا الفساد أوقفوا هذا الفساد والله مطلبنا بتحرير رواتبنا السابقة منذ 3 سنوات بحيث لا تصرف لنا الرواتب والدولة قد ارتفع والأجور الموجودة الحالية لا تغطي ما نحن فيه وهناك 3 سنوات سابقة من الرواتب لم نستلمها ولم تأتينا وفوق هذا الأسعار مرتفعة الدولار لا فوق الريال اليمني لا تحت من لمن نشتكي لمن ونحن نعاني محافظة تحت مواطنين وموظفين فقراء مهمشين كله نعاني معاناة لا يعلم بها إلا الله من يحررنا من هذا الوضع اللي احنا فيه به من يحررنا من الرواتب السابقة الرواتب السابقة ومن هنا نناشد رئيس الجمهورية مطلب المشير عبد الرب منصور هادي وبرئيس الوزراء أحمد بن عماد بن دغر بسرعة صرف رواتبنا الأولى السابقة الذي احنا نعاني منها يوميا جديدة بحيث أن ستجي بعد سنة وراتب 3 سنوات واحنا نستلم راتب حق سنة من نناشد بعد اليوم يا رئيس الدولة يا حكومة فكوا أسرنا نحن بحالة ضيقة بمحافظة تعز يا محافظ المحافظة نناشدك بالله بفك أسرنا من جميع الذين هم بالمحافظة المتلاعبين بإلة الدولة وشكرا جزيلا والدولار زاد زاد والدولار زاد زاد والدولار زاد زاد
الغلاء زاد زاد، الغلاء زاد زاد، اوقفوا هذا الفساد. يا شرعية يا شرعية، مطالبنا حقوقية، يا شرعية يا شرعية، مطالبنا حقوقية، اوقفوا هذا الفساد. يا بيضاني اعطي البيضاني يعطي. يا جماهير شعبنا اليمني، يا أبناء تعز الشرفاء، تعرفوا الحكومة الشرعية والتعارف العربي والعالم أجمع ما عانته هذه المدينة من حرب وحصار وانقطاع المرتبات وتوقف الأعمال بسبب إغلاق 8000 منشأة جراء الحرب والعبث بالمعونات الإنسانية. كل ذلك ألقى بظلاله المأساوية على سكان تعز وموظفيها الذين ما زالت الحكومة تحتجز رواتبهم السابقة دون إحساس بشظف العيش الذي يعانيه الموظف بعد تدهور سعر صرف الريال اليمني. أيها الحاضرون جميعا، إننا في هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية الحضارية في هذا اليوم الخميس الموافق 30 من أغسطس 2018، نطالب رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي بسرعة معالجة مطالبنا التي نلخصها في الآتي: أولاً، إطلاق مرتباتنا السابقة المحتجزة لدى الحكومة أسوة ببقية المحافظات. ثانياً، تسوية المرتبات ورفعها من أجل مواجهة شظف العيش الذي نعانيه بسبب تدهور قيمة العملة أمام العملات الأجنبية وإطلاق العلاوات السنوية والترفيعات المتوقفة. أيها الإخوة الموظفون الحاضرون جميعاً، مستمرون في فعالياتنا السلمية الحضارية حتى تحقيق مطالبنا الحقوقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.